نبتدي أخبار مواقع الإنترنت من الموقع الرسمي للنادي الأهلي اللي قال إن الفريق الأول لكرة القدم في الأهلي بيدخل معسكر مغلق بكرة يوم الخميس استعدادا لمواجهة حرس الحدود بعد بكرة يوم الجمعة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. النادي الأهلي حقق فوز ثمين على أنفي امبارح بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد باترو سبورت في الجولة المتأجلة ما بين الفريقين من الأسبوع 13 في الدوري الممتاز.